طيب احنا نرجع تاني للحسبات تبعتنا اللي هي في الستيت استيميتور اللي عندي. هاي بنسميها العنوان ستيت استيميشن. فبروح من الستيت استيميتور، هاي الشكل تبعي موجود، عشان ما ننخمكوش هاي بدي احطهم في الوان تانية، عشان هذه الهدف منها. بدل ما اقول هات وهات زي هيك، هذه بقول عنها اف، وهذه بقول عنها اذا بدي اطلع عليها الجي الموجودة عندي في هذا المجال. فالاستيميتر شوية حيختلف، وهذه بسميها الموجودة، يعني في شوية اختلافات عندي. هذه الجين اللي بدي احطها، هاي الجي الموجود، هاي الشكل العام اللي عندي الان. بس عشان نحط الموضوع معادلات البلانت عندي، المعادلات تبعاته هاي الطبيعي اللي هي ايش بتقول عندي اكس اوف كي بلس واحد بدها تساوي اي اكس اوف كي بلس بي يو اوف كي، وعندي والاوتبوت واي اوف كي بدي يساوي سي اكس اوف كي. الان لما جيت هذه بدي احولها ل زي ترانسفورم، هذه بدها تعطيني زي هاي اكس اوف زي بلس بدي يساوي اي اكس اوف سي بلس بي يو اوف زي. الان لو بدي اجيب هذا على الشقه الثانيه، او بدي اجيب الاي على الشقه هاي، ايش بدي يصير عندي؟ زي اي ماينس اي في الاكس اوف زي بدي يساوي بي يو اوف زي، او الاكس اوف زي بدي اضرب في الانفيرس بدها تساوي زي اي ماينس اي انفيرس في البي في اليو اوف زي. هاي عندي الاكس اوف زي. الان بالنسبة الي للأوبزيرفر تبعي، عندي الكيو في كي بلس واحد بدي ساوي اف في كيو اوف كي زائد جي في الواي اوف كي زائد اتش في اليو اوف كي. الان شغلتي اجيب الاتش هذه، واجيب الجي، واجيب الايش الاف عندي للسيستم. زي ما عملت هناك بدي اروح ايش للزي ترانسفورم، هاي حتعطيني الزي كيو اوف زي بدها تساوي اف كيو اوف زي بلس جي واي اوف زي بلس اتش يو اوف زي. كويس هيك. الان لما انا بدي اجيب هذا على الشقة الثانية، حتصير هذه اف زي اي ماينس اف في الكيو اوف زي، وبدي اضرب في الانفيرس، يعني بعبارة تانية نختصرها كيو اوف زي بدها تساوي زي اي
زي ما عملنا فوق ماينس اف، هذه انفيرس بلس، هذه مضروبة في الجي، والواي ايش قلنا عندنا هناك، هاي اللي بدها تساوي سي في اكس اوف زي، الواي في زي، والاكس في زي هينا طلعناها هان، يعني بدها تساوي جي في سي في هاي هنا، الجي في السي، والواي بدي اضرب هذا احطه اعوضه هان، فبتصير هاي السي في الزي اي ماينس اي، هاي هذه انفيرس في البي اللي عندي، هاي حطيناها زي هيك، هاي عوضنا بدل الشكل الثاني، هاي في اليو اوف زي، وهنا عندي بلس هاي اتش يو اوف زي. اذا بلاحظ هدول اليو اوف زي صارن التنتين هنا وهنا مع بعض يو اوف زي، بقدر اضمهم مع بعض. طيب الان وصلنا للكيو اوف زي وعرفنا وين وصلنا فيهم. الان بشكل عام لما انا انجح كأوبزيرفر او كاستيميتر بدي يطلع عندي كيو اوف زي بدي يساوي اكس اوف زي. طب اكس اوف زي ايش بتساوي؟ قلنا بتساوي زي ما حكينا قبل شوية، هاي الزي اي ماينس اي انفيرس في البي في اليو اوف زي، كويس. هذه بدها تساوي هاي الكيو اوف زي، والكيو اوف زي قلنا عبارة عن ايش؟ هاي الزي اي ماينس اي ماينس اف، خليناها انفيرس، قلنا هذه مضروبة، حتكون مضروبة في الجي، الجي في السي في الزي اي ماينس اي، هذه انفيرس في البي بلس اتش في اليو اف زي، هاي اليو زي اللي هان واليو اف زي اللي هان، هدول يعني بلغن بعض الموجود عندي، فصار الشكل عندي لما بدي اطلع عليه على هذا الشكل، كويس هيك. الان لو جبت هذه بقدر اعملها بريكنج داون، يعني زي بعض، هذه بقدر اوزعها على هاي واوزعها على هاي، لو وزعتها بتصير عندي هنا هاي الزي اي ماينس اف انفيرس في الاتش، وهدول بدي اجيبهم على الشقة التانية، لو جبتهم على الشقة التانية هنا عندي زي اي ماينس اي، هاي هذه انفيرس في البي ناقص اللي عندي، هذه ايش بدي تكون عندي؟ هاي زي اي الناقص لان جبتها على الشقة التانية ماينس اف هاي انفيرس في الجي في السي في الزي اي
minus a هاي هذه inverse في ال b. الآن هذا وهذا متشابهين فبدي أحطها هذه لبرا، هاي ال b وهاي الجزئية هذه ايش ال z i minus a هاي inverse. ايش بدي ضل عندي هان؟ فأول واحدة هذا حيضل ال identity وهذه بدي يطلع عندي minus زي اي minus اف انفيرس في الجي في السي. الان هذه بدي اخذها لبرا، ايش بدها تعطيني؟ بدها تعطيني التالي، لو اخذ هذه لبرا هاي الزي اي minus اف انفيرس، ايش حتعطيني هاي؟ حتعطيني التالي، هنا حتعطيني لانه هذه بدها تعطيني الاي، بدها تعطيني الزي اي ماينس اف، كويس، لانه بدي اضربها بهاي. ايش بضل عندي؟ ماينس جي سي، هذه مضروبة في طلع عليها هذه لما اخذناها، هذه جبناها على الشقة الثانية لبرا، ظلت عندي زي ما حكيت الزي اي هاي الزي اي ماينس اي انفيرس في البي بدي يساوي الزي اي ماينس اف انفيرس في الايش في الاتش. الان هاي هذه تقريبا هي هان وهذه هي هذه، يعني اذا بتطلع عليهم ها البي هي بدها تطلع هذا الشكل، هاي الزي اي اللي هان هي نفسها هذه اللي هان. الان هذه بدها تضيعهم مع بعض، يعني هذه وهذه بدهم يتساووا، كويس هيك، هذول التنتين بدي يساووا. وقت ايش هذول بدهم يعني هذا وهذا بدهم يكونوا يعملوا له الايدنتيتي ماتريكس، كويس، يعني بعبارة تانية الكوافيشنت اللي هان والكوافيشنت اللي هان بده، هذه مضروبه انفيرس وهذه انفيرس، يعني خلينا احطها بلون تاني عشان نتكلم وانتم شايفين ايش اللي بنعني. هذه انا احط لون ازرق، ها هذا اللي بنتكلم عليه بدي هذا البلاك بدي اياها تساوي الايدنتيتي ماتريكس بدون البي، هذه بدي اياها بتساوي اي. اي ايش بتساوي؟ بدها تساوي لو كانت عندي اكس مثلا في اكس انفيرس، مظبوط، يعني اللي يعني هذه وهذه اللي جوا هذا القوس بدي يساوي هذا. طب اللي جوا القوس هنا ايش عندي؟ هان عندي زي اي ماينس اف ماينس جي سي بدي يساوي ايش؟ الزي اي ماينس اي، او بعبارة تانية الاف ماينس الجي في السي بدي يساوي ايش؟ الاي اللي عندي. هاي اول خطوة اللي عندي. اذا هدول متساويين ايش بضل عندي؟ هاي الزي اف الزي اي ماينس اف انفيرس وهذا كله الاي في البي بدي يساوي زي اي ماينس اف انفيرس في الاتش، يعني بدي يقول لي هنا ايش؟ الاتش بدها تساوي البي، اوكي، هاي الخطوتين. الان اذا جبت الجي السي عندي معروفه والاي معروفه، اذا جبت الجي بقدر اجيب المين؟ الاف اللي عندي للسيستم.
الآن إذا بدي أرجع فيهن خطوة خطوة للوراء في هذا المجال، الآن بدي أطلع عليهم، يعني الميتريكس اللي عندي للسيستم تبعي صار الشكل تبعها عالتالي. أنا قاعد بقول هدول التنتين إيش متساويين. طيب الكاركترستيك اكويجن اذا اثنين هذول متساويين بقدر اشتغل. الان وصلنا، خلينا بس نعمل سمري لهاي. هذه حقيقة مهمة. ايش عندي؟ الاف ماينس الجي في السي بدي يساوي الاي، والاتش بدي يساوي البي. الان خلينا ناخذ بريك وبعدها بنرجع نكمل في الخطوات اللي نخلص فيها هذا الموضوع.